بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتكلم عن اشتهوا اللبن العقلي أو شهوة الإنجيل. ما أقدرش أتكلم عن الشهوات الروحية وما جابش سيرة الإنجيل. بص أحبائي، الكتاب المقدس مرات كتيرة ألح في فكرة أنه أكلك يا ابن ربنا أكلك من نوع مختلف. البشر بيأكلوا عيش وفول وطعمية، إحنا لينا أكل مختلف. وزي ما الناس بتجوع وتجري على الأكل باشتياق ونهم، عاوزين يبقى عندنا هذا النهم الروحي. فعاوز أكلمكم عن الشوق للإنجيل أو شهوة الغذاء بكلمة ربنا. واستخدمت المعنى اللي حطه الكتاب، اشتهوا اللبن العقلي، سماه كده الكتاب. جت في بطرس الأولى صح 2، كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش كي تنمو به. الآية دي بتنبهني الحاج، لو أنا أو أنت قلنا أنا بقالي 5-6 سنين مفيش تغيير روحي واضح فيا، يعني مفيش نمو، تدكتر اعرف على طول أنه نقص إنجيل. انتوا كدكاترة لما بيجي لك طفل بالدكاترة الأطفال بيدرسوا ضروري موضوع النمو، ولازم يبقى عارف يقيسه ازاي، ولو الطفل مش بينمو نمو طبيعي يبقى في حاجة ناقصة، مش كده؟ تشوف بقى الأنيميا دي جاية منين، ده نقص حديد، ده نقص مش عارف ايه، وتقعد تعمل تحاليل وتكشف، لأنه في مظاهر طبيعية للنمو، انه بيطول، انه جسم عضلاته أقوى. إذا ما حصلش النمو في حياتك وحياتي روحيا، حبك لربنا زاد، حبك للناس زاد، الدنيا بتصغر في نظرك كل مادة، خدمتك بتزيد وصلاتك بتزيد، لو ده مش بيحصل، ثمر الروح مش بيبان عليك، يبقى أنت مش بتنمو. أول ما تقول مش بأنمو اعرف أنك مش بتشرب اللبن يا حبيبي، مش بتشرب اللبن، لأن هو ده اللبن بتاعنا، أنت ما بتاخدش غذاء روحي كفاية، اللي هو الإنجيل ببساطة. وده في رأيي أكتر من نصنا عندنا العيب ده، إن الإنجيل مش واخد مكانته الطبيعية أو حجمه الطبيعي في مكان في حياتنا كأولاد ربنا أو كخدام ربنا. لازم الكمية تبقى أكتر من كده كتير، لأن طبعا لو طفل صغير بياخد معلقة لبن في اليوم لا ما تكفيش، مفيش حاجة اسمها كده، ده كده ما يكبرش، خطر على الصحة، مش كفاية أبدا. فتعالوا نعيش الفكرة دي. القديس بولس نفسه استخدم حكاية اللبن، أنا مش عارف إزاي بطرس وبولس اتفقوا على نفس التشبيه ده، يورينا الروح القدس العامل في القديسين يعني. لأن بولس قال سقيتكم لبنا لا طعاما، يبقى الأولاني كان بطرس اللبن العقلي، وبولس كمان قالها في كورنثوس، سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، زي بالضبط فكرة الطفل ما يقدرش يأكل عيش وحلاوة يعني، لكن أول سنة أو أول 6 أشهر غذائه الأساسي لبن. فالمبتدئين اللي زينا لسه محتاجين اللبن، لأنكم لا تستطيعون تاخدوا حاجات تقيلة شوية أكتر من كده، الآن أيضا لا تستطيعون. أولا حكاية اللبن، لأنه في زمانهم على فكرة ما كانش في لبن إلا لبن الأم أو اللبن الطبيعي اللي ممكن يبقى بديل من الحيوانات، بس مين اللي كان لبن الأم؟ اللبن الصناعي ده كله حاجات جديدة يعني. لكن في زمن القديس بولس وبطرس كان اللبن معناه رضاعة، معناه يقصد كده، معناه لازم تشرب من الكنيسة، الكنيسة هي أمك وهي اللي بترضعك. وتاني في زمانهم ما كانش في كتب بالمعنى، ما كانش في كتاب في البيت، إنما أنت بتيجي الكنيسة، الكنيسة بتعلمك الإنجيل. عشان كده القطمارس زمان كان هو مرجع الشعب مش الإنجيل. يعني إيه؟ يعني في الصوم الكبير الناس بتيجي بدري تحضر النبوات، تحضر البولس والكاثوليكون والإبراكسيس والمزمور والإنجيل، يطلعوا شاربين شوب لبن قد كده أو واخدين وجبة دسمة، ما هم عندهمش أناجيل في بيوتهم. وتتقري القراية إيه؟ كلمة كلمة بالراحة ونبقى مركزين وممكن نسأل
عشان كده الجزء ده كان كله اسمه قداس موعوظين او قداس التلاميذ او قداس المتعلمين، الناس قاعدة تتعلم. فدي رسالة الكنيسة قبل الجزء الثاني بتاع قداس المؤمنين. دلوقتي نلاقي الشماس يجري والناس مش فارق معها فاهمة ولا مش فاهمة، وبقى البديل نقرأ في البيت. الحياة دي كلها ظواهر مش صحية قوي. طبعا القراءه في البيت إضافة جميلة، لكن الأصل إيه؟ الكنيسة هي اللي بتعلمك، بتشربك اللبن. فلبن الأم، عشان كده سماه العديم الغش. العديم الغش ليه؟ في لبن مخشوش في السوق 100%، وروحيا كده في ناس ماسكة أناجيل بس ما بتقدمش لبن أم، لا بتقدم لبن يعني لونه أبيض، ده بس اللي مش عارف بقى في إيه بقى جوه. تعرفين بيغشوا اللبن بإيه؟ حاجات سيراميك باين، بيقولوا بلاط بقى وحاجات يعني حاجات غريبة اسمعها كده. طبعا ده شيء خطير جدا ان التعليم يكون مخشوش، بس ده موجود يا جماعة في كل جيل، والمسيح نبهنا من زمنه، هيجي انبياء كذبة يأتونكم بثياب حملان وهم ذئاب خاطفة. يبقى هيقولوا ايات بس هما ما بيقدموش لبن الام. فالقديس بطرس بيقول اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش. روح للكنيسة خد من الاباء. كنيسة مش ماري جرجس وماري مور، الكنيسة اللي هي الكنيسة 2000 سنة، الكنيسة اللي هي أثناسيوس وكيرولوس وديوسقوروس وباسيليوس، اللي هي لغاية النهاردة بنصليها في الليتورجية. عاوز أقول لكم مبدأ كخدام مهم قوي، حافظ الكنيسة الأرثوذكسية في العالم اللي حافظها 2000 سنة الليتورجية. إيه الليتورجية؟ الليتورجية معناها الصلوات الكنسية المشتقة من الكتاب اللي بيصليها الشعب يوميا لدرجة حفظ. هتقولي أي واحد حلو من بلدياتنا اللي هنا، الناس الطيبين اللي ما بيقروش تلاقيه تقريبا حافظ القداس، ما يعرفش لو قلت له ملاخي ما يعرفش ده عهد قديم ولا جديد، ما يفهمش ما بيقراش، وعمره ما فتح الإنجيل بالمعنى. بس ده أحسن مننا كلنا. عارفين ليه؟ فهم ربنا صح، ايه اللي برمجه صح، ايه اللي رباه صح، ايه اللي كبره صح، ايه اللي بيخليه في الصوم الكبير احسن مني ومنك، ايه اللي بيخلي قلبه ذهب نقي القلب، ايه اللي بيخليه بيحب السماء والقديسين، ايه اللي بيطلعه شهيد في ليبيا. اللي ترجي القداس، لان القداس عبارة عن، عارفين لما واحد يكون ما بيقدرش ياكل اكل يضربوه في الخلاط ويدهوله شربة، اهو القداس كده مضروب في الخلاط، الانجيل مضروب في الخلاط، عهد قديم بعهد جديد، برسل برسائل مش عارف ايه، وبتشربه شرب كده. فانت جوه القداس قريت عهد قديم وقريت عهد جديد وسمعت مزامير وقريت بولس وشربة كده. ومش بس القرايات، لا ده يا الله العظيم الابدي جاي، الذي جبل الانسان من الانجيل، الموت الذي دخل من الإنجيل، وعساكر السماء من الإنجيل، ومسرتك يا الله من كله إنجيل. بس الكنيسة الأم بقى إيه؟ عاملة طبخة فظيعة، جايبة آية من هنا على آية من هنا على آية من هنا، وعاملة لك التوليفة التمام زي قرص الفيتامين اللي إيه محشي مش عارف كالسيوم على حديد على مش عارف إيه، وقرص كده صغير بس يجيب الشف. خلي بالكم لان احنا في زمن كل واحد باسك انجيل بيقول كلام والحقيقة تاهت. الحقيقة ما تاهتش عن الكنيسة، لبن الام العديم الغش اشتهوا. تيجي الكنيسة تقول مش عاوز اسمع كلام من بره الكنيسة. اللي قال الجملة دي اغسطينوس من القرن الخامس، قال لا افهم الانجيل خارج الكنيسة ولا اقبل الانجيل من خارج الكنيسة. يعني ايه؟ يعني الكنيسة هي اللي تقول لي قصد ايه بالكلام ده، عشان مش اي واحد يقول لي، اخاف يضحكوا علي. يبقى واضح انه ابائنا عاشوا بالمفهوم الجميل ده. كمان فكرة اللبن مقصود بيها ضمنيا التبسيط والتسهيل. ارجوكم لما تعلموا بالانجيل او تتعلموا الانجيل، بسطوا وسهلوا على نفسكم وعلى اللي بتدوهم. محدش قال ان الانجيل صعب، صدقوني
لا الإنجيل سهل جدا، المسيح له المجد. لما كان يقعد كان يقعد مع ناس أقل من كوس ثقافة ويقعد يحكي حكايات، هذا الإنجيل في أساسه. اللغة العربية صعبت الإنجيل، خليكم فاهمين المعلومة دي. اللغة العربية عموما بالذات احنا بنقرأ عربي فات عليه 100 سنة، مش العربي الدارج، يعني ولادنا اللي عايشين في بلاد انجليز امريكاني او انجلتر، اللغة اللي بيقروها زي اللغة اللي بيكلموها. احنا الشعب الوحيد اللي بنتكلم كلام غير اللي بنقرأ، فاهمين ازاي؟ الفصحى دي غير مستخدمة، ففي فجوة نفسية بيني وبين اللغة. ده مصعب علي الانجيل، لانه لما تقولي جمل كده عربي مكلكعة، العيب مش في المعنى، المعنى بسيط، بس هي الجملة تقيلة لان انا مش بتكلم اللغة دي. واضحة الفكرة؟ اللغات التانية ابسط على فكرة، لانها اللغة المستخدمة في القراية هي اللغة الطبيعية اللي بيكلموا بيها. لكن ده ما يعني عاوز اقول ما يلغيش ان انا عاوز ارجع اخد المعنى اهم من النص ذاته. كالمرضعة لأولادها، يبقى فكر دايما ان الكنيسة دي امي اللي بترضعني وانا لسه صغير محتاج الرضاعة، ان كنت لم اتضع لكن كالفطيم من اللبن على امه. عارفين المزمور ده مقصود بيه المعنى ده. قديس بولس يقول كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها. يبقى المرة كمان بيتكلم عن الرضاعة أو دور الخادم والكنيسة. يا رب أنتوا كلكم وأنتوا بتتكلموا عن الإنجيل تبسطوا الأشياء، يبقى اللي قاعد قدامك حتى لو مخه شغال بربع بس بيستقبل بسهولة وفرحان بالفكر. بسطوا لأن ربنا بسيط مش معقد أبدا. كمان المرضعة وهي بتردع بتعمل إيه؟ بتاخد العيل في حضنها، مفيش رضاعة أونلاين، مفيش رضاعة على مسافات. معناها الكنيسة بتحضنك قبل ما تأكلك. لو الكنيسة دافية بالحب، الكنيسة لو دافية بالحب أي شخص يتلقى الرسالة بسهولة. لكن لما الكنيسة تبقى مشرخة بعدم الحب، يبقى اللي واقف فيها في أزمة بينه وبين القسيس وبينه وبين الشماس وبينه وبين الخادم وبينه وبين اللي واقف جنبه، مش قادر يستقبل، ده مؤاخذة مش قادر يرضع. ليه؟ لأنه مش متدفي، مش متشال. لكن واحد داخل في كنيسة كلها محبة، كل الناس بتحب بعض، حاسس أنه متدفي، فالطفل وهو بيرضع بينام حتى من إحساس الأمان اللي عنده. فاحنا عندنا عيب في كنيستنا دلوقتي، لازم نواجه نفسنا ان لما المحبة قلت بين الناس وبعضيها، بين الخدام وبعضيها، اللي بيجي جديد مش عارف ربنا بيسيء فهم ربنا. وده اللي خلى المسيح قال ايه؟ بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي، لو ايه؟ لو كان لكم حب بعضيكم نحو بعض، بحيث اللي يدخل وسطيكم يقول انا عاوز اعيش في الجو الحلو ده، انا عاوز اتدفى في الناس دي، انا عاوز اتمتع بهذا الحضن اللي كله امومة كله نقاوة. الحتة دي عاوزين نشتغل عليه. ما تسمحش لنفسك وانت بتخدم تشيل من اخوك ابدا، ابتدي بنفسك، ما تسمحش لنفسك بكده. انت بتضيع ناس في الاخر، لان اللي جاي وحاسس انه الخدام دول اللي معروفين اللي مسؤولين بيتكلموا على بعض، مش بيحبوا بعض، مش طايقين بعض، يا عم خلينا في الشارع احسن. احنا بنضيع ناس كتير لاننا فشلنا نقدم الكنيسة الام ذات الحضن الدافئ اللي ساعتها تقدر تردع العالم كله وتجيبه للمسيح، لو كنايسنا اتدفت بحب بعضينا البعض. كمان الام وهي بتردع معناها مركزة مع طفلها. يعني ايه؟ الطفل بيرضع خلاصة الام. خلي بالكم المعنى عميق جدا، لان الام مش بتشرب لبن عشان تردع لبن، الام بتاكل وبتتغذى وبتقرأ كويس وبتدرس اقوال القديسين ومتحمية في طقس وعقيدة وتاريخ تمام وصحتها حلوة، وتطلع ده كله في نقطة لبن مركزة فيها الشفاء. فاهمين الفكرة؟
يبقى أنا مش هقول للناس البسطة تاريخ الكنيسة وحفظهم أرقام، ولا هدخلهم في حوارات لاهوتية، مش دي القضية، بس هيطلعوا قديسين بنقطة اللبن النتاج الأخراني. أما موضوع الفطام بقى، الفطام هنا مقصود به أنه يطلع من رتبة الرضيع إلى رتبة الخادم، مفروض تكونوا كلكم مفطومين. بولس بيعاتب وبيقول أنا لسه بسقيكوا لبن لأن لغاية دلوقتي مش قادرين على الطعام القوي، وقال في العبرانيين الطعام القوي للبالغين. تعالوا بقى نسمع مثلا بعض أقوال القديسين نحس أنها صعبة. صعبة ليه؟ لأن احنا لسه عاوزين لبن. فلما تلاقي مثلا واحد بيكلم عن نقاوة القلب تحس يوه ده بيكلم في بلد تانية، أنا فين ونقاوة القلب فين؟ أنا فين وبساطة العين فين؟ أنا فين والصلاة الدائمة فين؟ أنا فين وشهوة الاستشهاد فين؟ ده كلام بعيد، أنا مش عارف أصلي أبانا الذي. يبقى أنا لسه محتاج الغذاء الأولاني. تعالوا أكلمكم عن شهوة الإنجيل باختصار. يعني إيه الإنجيل يبقى شهوة؟ يعني تفضي نفسك، تدخل بيتك مشتاق تقول بقالي اليوم كله ما عادش مع الإنجيل، تفتح إنجيلك وإيه ريقك يتحرك، تبقى فرحان زي اللي جعان وعاوز يأكل، تبقى بتقرأ الإصحاح ومستخسر تدخل في اللي بعد عاوز تقرأ تاني، أو الباراجراف جزء تقرأ وعاوز تعيده مرة وتانية وتالتة مرة. واحد بيقول لي أنا قعدت في إصحاح شهر مش قادر أطلع منه من كتر إعجابي بيه. قلت له بختك أنت بتعرف تأكل، هي ببساطة أنت راجل أكيل صاحب مزاج. تصور أنت معزوم على وليمة وبعدين في حط في طبق كل عقلك وهما سايبينك تاكل براحتك، فعمال تغرف للمرة الخمستاشر. يا بختك انت حر، انت حر كل زي ما انت عاوز. ربنا يسوع نفسه في الصيام قال المعنى ده، قال ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل، بصوا بكل كلمة تخرج من فم الله. نفس التعبير بقى اللي خده قديس بولس، قال كل الكتاب موحى بي من الله ونافع. تصور ان كل جزء في الانجيل له قيمته، في كالوريز روحيه، في شفاء، في قيمه غذائيه عظيمه. فما تقوليش سفر كذا تقيل على قلبي، انت اللي مؤاخذه اللي مش مستطعم، بس انت اللي عيان. لا ده مليان فايده بس انت مش عارف تاخد الفايده. يبقى لو بصيت للانجيل على انه مشتهى، مشتهى النفس، مليان أكل جميل مغذي، تبقى كده داخل على كل سفر تستطعم وتتمزج فيه وتعجب به وتحفظ منه آيات وتقعد تمضخها براحتك وهكذا. أرميا عاش كخادم الناس تعبته جدا، ما بيشوفش ثمر. يعني وانتوا بتخدموا الناس بتقول ربنا يخليك يا دكتور، أو بتشوف نتيجة تعبك فدي بتعزيك بتخليك تخدم. تصور إنك بتخدم محدش معبرك ولا قابل منك ولا حاجة، هتقعد في بيتك بعد شوية هتزهق. اللي صبر أرمية أكتر من 50 سنة في جهاده كلمة ربنا، يقول وجد كلامك فأكلت فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلب، مع إن السفر عمال يبكي. أرمية ده واخدها دموع من كتر الغلب اللي شافه من الناس. ايه اللي بيفرحك يا أرمية؟ قال كلمة ربنا. ابقى مغموم ومهموم اقعد كده مع كلام ربنا؟ ما هو كان في كتب قبله، كان قاري بقى للي قبله، يقعد يتعذب بالتوراة وبالمزامير ويفرح، يفرح بربنا. حزقيال جه بعد أرمية بقد 50 سنة كده، وبرضه كان عايش في سبي وكانت ظروفه قاسية. قال لي المسيح ظهر له قال له يا ابن آدم كل، مش كل الكلام يعني all the words، لا eat the word، كل ده فعل أمر بمعنى eat، كل الكلام الذي أكلمك به اوعيه في قلبك واسمعه بودانك. يبقى ده أمر إلهي، كل يا حبيبي كل اتغز. احنا بنعزم على بعض بالذات الصعيدة، لما يعزموا الواحد بطن لازم توجعه. طب ما بنعزمش على بعض بالإنجيل ليه؟ ما تشدوا في العزومة شوية، خليكوا هنا صعيدة بجد.
لما تفضل تقول له اقرأ الآية دي بس كمان، طب خد الإصحاح ده كمان عشان خاطري بقى تعدمني بقى، ها؟ وما تخلوش يقوم غير لما يأكل كويس، مش خسارة، لأن كلمة ربنا هي الغذاء. ساوة الإنجيل عبر عنها مزمور إنها الغنى أو الغنايم، أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنيمة وافر، غنيمة وافر. تصور حبيبي لو لقيت طبق محطوط فيه 10,000 دولار للي يحب، للي يحب، أنا هجري طبعا وأنا أتفرج ببلاش كده من غير أي التزامات، لا من غير أي التزامات، روح خد. طب لو 100,000 دولار، لا ده كده احنا مش هنستحمل. طب ما هو دي الغنيمة، الإنجيل كده غنى وغنيمة وافرة. طب انت لقيت ده ولا ما لقيتوش؟ عندك حاجة زي كده بس انت مش مقدر. يشبه ملكوت السموات كنزا مخفي في حقل أو مخفى في حقل، وجداه إنسان فأخفاه، ومن فرحه، من فرحه دي يعني شهوة، مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. الآباء قال الكنز المسيح والحقل هو الإنجيل، فيشتري الحقل يعني يخلي الإنجيل رأس ماله حياته ويطلع منه المسيح الكنز بتاعه، يقلب الحقل براحته. فمن فرحه باع كل شيء، يعني فض نفسه للإنجيل. كم واحد بيفضي نفسه، بيبيع الدنيا والمشغولية عشان يأكل الإنجيل. عمليا شهوة الإنجيل دي معناها أنك مش تقرأ، بداية الكلام بقى، هل أنت عندك شوق تقرأ؟ هل ممكن يجي لك إحساس كده بقال يومين ما قريتش الإنجيل فمتضايق جعان؟ مش بدافع التعود والروتين، لا بدافع الاحتياج، عاوز أسمع صوتك يا رب بقال يومين ما سمعتوش، ده حبيبك برضو. فأنت هنا مش تقرأ أو تسمع، ما هو القراية زي السمع، اشتياق آخر واشتياق للفهم. لأنه ممكن الواحد يقرأ أو يسمع ما يستعناش أنه يفهم، وده زي مثل الزارع، أول أرض قبلت البذرة بس ما فهمتش، ما دخلتش في الأرض. دخول البذرة من على وش الأرض لجوه الأرض اسمها الفهم. البذرة وقعت، هذا الاستماع ده، لكم لهم عيون أذان يسمعون ولا إيه؟ ولا يفهمون. لا أنا مش عاوز كده، أنا عندي اشتياق أقرأ وعندي اشتياق أفهم، أفهم الرسالة واللي خاصة بي. يعني إيه؟ افرض بتقرأ سفر صمويل، حكاية داود وصمويل وشاول، طب أنت فهمت الحكاية بس المفهوم الخاص ليك، يعني المسج، أنت بقى أنت فين في الحكاية دي؟ إيه الرسالة؟ ده هو ده الاشتياق للمفهوم للفهم، يعني ربنا بتقول لي إيه بقى؟ هو أنا شاول ولا داود ولا صمويل ولا ميكال ولا أبيجايل ولا أنا فين بقى في الحكاية دي؟ هي الرسالة اللي عاوز تقولها. ثالث اشتياق، اشتياق للتنفيذ. يبقى شهوة الإنجيل تمثل إن أنا عاوز أعرف، أسمع، أقرأ، عاوز أفهم، أستوعب، عاوز أعيش، عاوز أنفذ. لأن لو ما تحركتش شهوة التنفيذ برضو وقفت. زي واحد يا جماعة بياكل بس عنده إسهال مزمن، طب ما هو مش مستفيد من الأكل، مش كده؟ أو واحدة عندها نزيف على طول، طب ما الحقيقة الغذاء مش قادر يديها طاقة لأنه في مشكلة. فأنا عاوز أنفذ عشان أتحرك لقدام، ما يبقاش محلك سر بال20-30 سنة. شهوة الإنجيل تستدعي يا أحبائي التركيز في القراية. أرجوكوا يا شمامسة، الفقرة بتاعت قرايات القداس اقروا بالراحة بصوت واضح بطيء، وانت بتقرأ لازم تفهم، لأنك لو مش فاهم محدش من اللي بيسمع هيفهم. بيبان جدا الشماس اللي بيقرأ إن كان فاهم ولا مش فاهم، أو مستعني يفهم ولا لا. لو انت فاهم اللي سمعك هيفهم برضو، لأنك بتقرأ الجملة بطريقة واضحة، غالبا الناس وصل لها المفهوم. ركزوا في القرايات،
شفتوا النهاردة سيدنا أول ما دخل قال النهاردة القراية إيه، في القداس إيه، والبولس إيه، يبقى واضح إن سيدنا مع إن إحنا كأباء يعني ككهنوت يعني بنبقى وقت القرايات لنا صلوات خاص، لكن مع كده المفروض الواحد يركز في الإنجيل والبولس لأن الكلام ليه قبل أي حاجة. شهوة الإنجيل تخليك لما تقرأ الإنجيل كتير أو تفهمه أو تحفظه أو تذكره تلاقي نفسك بدأت تتكلم بالإنجيل بتلقائية، فبقى عندك شهوة أن لسانك ينطق إنجيل. قديس بطرس يقول يا من يتكلم فكأقوال الله. خسارة يا حبيبي بتقول كلام كتير قوي ما فيهوش كلام ربنا. ازاي يعني تبقى خادم وبتتكلم مثلا 5000 كلمة في اليوم ما يطلعش منهم 100 كلمة من كلام ربنا؟ احسبوا كده الكلام ده، 5000 ده بقى للرجالة، لكن مثلا للستات 20,000. طب كم كلمة منهم طالعة من الإنجيل؟ طب الزمة مش خسارة؟ مش احنا يعني احنا رسل ربنا على الأرض كلنا؟ مش احنا ولاده؟ مش نقول اللي هو قاله؟ أشيك ما نقول كلام الناس. في حاجة اسمها الهزيز أو اللهج، بنقول في المزمور الأولاني الصبح إيه؟ في ناموسه ها يلهج نهارا وليلا. طوبى للرجل مثل الشجرة المغروسة عند مجال المياه تعطي الثمر. في ناموسه يلهج. يلهج يعني إيه؟ يلهج يعني يعيد ويزيد في الآية أو المفهوم طول اليوم نهارا وليلا. هو ده اللي عمال يتغذى، ده الشجرة المثمرة. كم آية علقت في ذهنك بيومين ثلاثة؟ افتكر في عمرك كله كم آية علقت معاك فلهكت فيها؟ لهكت يعني مخك عمال يقلبها. احنا ياما آيات قريناها وعدت وقفلنا عليها بسرعة، ده ممكن أغنية تلهك فيها تعلق في ذهنك أكتر، ده ممكن قطعة من مسرحية تفضل تقولها 20 سنة وتضحك وتتريق، مش خسارة؟ طيب الهزيز أو اللهج معناه أن كلمة ربنا عمالة تدور وتلف جوه عقلك وجوه لسانك. شهوة الإنجيل معناها لا تقبل إلا أن تتغير داخليا بكلمة ربنا. كلمة ربنا سيف بيدخل على جوه، خارقة خارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل. كلمة ربنا بتدخل على القلب. طب قلبي ده يوسع، طب مخي مش نظيف ينضف، طب من جوه في مرض اسمه الكبرياء يروح يخف، طب في ورم خبيث اسمه غيرة مرة يتشال بالليزر بتاع الإنجيل. خارقة. يبقى أنت بتشتهي الإنجيل شهوتك للدواء للعلاج، لأن جواك مصايب، فالإنجيل قادر يعمل جواك تغيير داخلي. تغيير الداخلي يطلع على بر فيبقى تغيير خارجي. كل ده شغل الإنجيل، خلي بالكم. الإنجيل تديله يديلك، تديله وقت وتركيز يغير جوه ويغير بره، تلاقي وشك بقى سمح، ابتسامتك طلعت، عينيك راقت، إرادتك قويت. لأن الغريب الآية تقول إيه؟ خارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والإيه؟ حد عارف؟ والمفاصل. حاجة غريبة جدا، الإنجيل بيشتغل في المفاصل، كورتيزون يعني، بيشتغل في المفاصل إزاي الإنجيل؟ معناه يدي إرادة، يديك طاقة، تبقى يعني صحتك على القد، وتفاجأ إن أنت رايح القداس كل يوم وعاوز تصوم جد، وجبت منين الإرادة دي كلها؟ ده شغل الإنجيل، ده يدي طاقة حتى للمفاصل. يحصل إيه لو كلنا بقى اشتغلنا كده؟ إنجيل بناخده بنتغذى كويس قوي، من جوه بنتغير، وبعدين من بره بنتغير، يحصل تغيير للعالم كله، تغيير عام، بسبب كل واحد فينا بيتغير. الأوتكم النهائي إيه؟ المنتج النهائي انك بتغير في اللي حواليك، ان اللي حواليك بيتغيروا لانك شخص شبعان انجيل، غرقان انجيل، مشغول بالانجيل. اخر كلمة اقولها، شهوة الانجيل شهوة واحد جعان عاوز يشبع، طوبة للجياع والعطاش للبر. فما تقومش من قعدة الانجيل قبل ما تشبع،
قبل ما تتعزق، قبل ما تهدى، قبل ما الرسالة تبقى واضحة، قبل ما الفكرة تستقر جواك. ما تقومش من الإنجيل قبل ما تقول فهمت يا رب. تلميذ شاطر دخل الدرس في دماغك. شهوة الإنجيل معناها إنه الإنجيل يسخنك تبقى عاوز تخلي الناس كلها، نفسي يا بشر تعرفوا الآية دي، تبقى عاوز الكلمة اللي انت خدتها وشبعت بيها كل الناس تعرفها. لإلهنا كل مجد وكرامة.